السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بإمكانكم أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، وأيضا من خلال الخدمة المخصصة للواتساب التي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ من الفقرة الأولى مشاهدينا الكرام، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي وحديث الساعة، تظاهرات التيار الصدري، أحداث العراق اليوم، وكل هذه المتغيرات التي طرأت على الساحة السياسية. بعد تظاهرات التيار الصدري يوم أمس أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى وانسحابهم في وقت لاحق، وفي رد على التظاهرات التي حدثت أمام مجلس القضاء الأعلى، غرد الحساب المقرب من الصدر والمعروف على منصة تويتر بوزير القائد صالح محمد العراقي، أكد أن التظاهرة كشفت الكثير من الوجوه، وأن الحكومة وأنصارها أكثر ما أزعجهم هو المطالبة بتنحي فائق زيدان الذي وصفه بأنه الداعم الأكبر للإطار التنسيقي، وأوضح أن الاعتصام الأخير كشف أن الفساد طال المؤسسة القضائية، مشيرا أن القضاء سيحاول كشف بعض الملفات للفساد درءا لاعتصام آخر، وبين أن الصدر سيخطو خطوة مفاجئة أخرى لا تخطر على بال أحد من أجل تقويض الفاسدين وإغاظتهم. هذا ما ورد في نص بيان صالح محمد العراقي أو المعروف أيضا بوزير القائد، يقول أبواق السلطة تعالت ضد الثورة وسأشخصهم في مقال آخر إذا لم يرعوا. يقول تعالت حينما اعتصمنا أمام مجلس القضاء الأعلى والأسباب كالتالي: خشية من أن القضاء سيلجأ إلى كشف ملفات فسادهم، ثانيا ظنوا أن المتظاهرين سيقتحمون المجلس وبالتالي ستقع بأيديهم ملفات تفضح الجميع بلا استثناء. يقول أيضا إن الإطار يعتبر القضاء هو الحامل الوحيد لهم، وإذا ما استمر الاعتصام أمامه سوف لا يكون لهم وجود مستقبلا ولن يستطيعوا تشكيل حكومة. رابعا سقوط النظام الحالي لا يحلو للبعض وعلى رأسهم السفارة الأمريكية. يقول أيضا لعل سقوط الفساد في القضاء العراقي يعني لهم أن الثورة قد تطيح بالفاسدين أمثالهم. سادسا أنهم يعتبرون القضاء هو الرأس، وسقوط الرأس يعني سقوط ما دونه. أكثر ما أزعجهم هو المطالبة بتنحي فائق زيدان الذي يعتبر الداعم الأكبر للإطار، أما ما نتج حقيقة عن هذا الاعتصام فكما قال. طبعا في محافظة ميسان تظاهر أنصار التيار الصدري أمام مبنى مجلس القضاء في المحافظة احتجاجا على اعتقال الناشطين والمدونين التابعين للتيار ورفض فكرة إصدار مذكرات اعتقال ضدهم. دعونا نشاهد. خلونا نشوف مشاهدينا الكرام بعض التعليقات اللي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. أبو علي يقول: قاضي مرشح عن قائمة الفتح، لا أهواي مستقل. علي يقول: القضاء الفاسد، ليش ما يصدر مذكرة اعتقال بحق أبو التسريبات ويفتح ملفات سقوط المحافظات بيد داعش، وملف بحق من ضرب بيت الكاظمي وبحق مجزرة سبايكر. زين العابدين يقول: رئيس محكمة استئناف ميسان الذي صدر قبض بحق أو أصدر قبض بحق إخوتنا هو المرشح الخاسر عن بدر حيدر حنون زاير، مجلس القضاء الإطاري المنحل. عندنا تعليق أيضا من أبو عماد يقول: أخي القضاء إيراني مرتشي في كل مفاصله، من كبيرهم الذي علمهم السحر إلى أصغر قاضي. مشاهدينا نبدأ باستقبال اتصالات حضراتكم كما قلنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة، ومعنا
أول اتصال السيد أبو مالك من أمريكا، تفضل يا أبو مالك. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية لكم جميع سادة القناة المجاهدة. حياك الله أستاذ محمد. أنا عندي سؤال لوجه لحضرتك. فائق زيدان إيش قد صار لرئيس مجلس القضاء الأعلى؟ سيد أبو مالك، عادة أنا اللي أطرح الأسئلة، الإجابة عند حضرتك. نعم، أكو نص قانوني بالعراق رئيس مجلس القضاء يبقى 20 أكثر من 20 سنة. حاطين له فقرة بالدستور ما يتغير فائق الزيدان إلى الممات. طيب شنو هذا من دستور اللي يوضع رئيس مجلس قضاء مدى الحياة؟ وهو سبب الفساد بكل هاي الكتل السياسية. نعم، بس انت تعرف انه يعني هاي الجزئيه، انت تعرف انه مدحت المحمود كان قبله، والموضوع مو مثل ما تفضلت، هم يتغيرون، لكن بالنهايه احنا نتكلم عن ادائهم. شلون تشوف اداء أداء القضاء في العراق؟ اسمح لي شويه. ادائهم فاشل لانه ثوار تشرين كم واحد نطوا من الشهداء؟ نعم، لحد الان صدر امر قبض بحق واحد من المجرمين، صدر بحق جماعة سبايسر أمر قبض من قبلهم، ضياع الموصل صدر منهم أمر قبض، منه ضياع الموصل، منه سلم الموصل داعش. يعني القضاء يصدر أمر قبض بس على الفقير، ما معناه أنه القضاء تابع للكتل السياسية اللي هي منضوية تحت الإطار التنسيقي، يمشي بأمرة المالكي وبأمرتهم. زين إذا تسمح لي تفضل. اكو عندي تعليق على البيان اللي صادر من هيئه الحشد الشعبي. نعم. المتضمن بتصديه لاي اعتداء. نعم. اسمعك يا ابو مالك. نعم. ايش بيه البيان؟ ايش بيه البيان مال حشد؟ البيان اللي صادر من هيئه الحشد الشعبي المتضمن بتصديه لاي اعتداء او تعطيل المؤسسات التابعه للدوله. طيب. الحشد الشعبي تأسس بناء على فتوى من قبل المرجعية. نعم. بالنجف الأشرف لمقاتلة تنظيم داعش وليس تأسيس كتلة أو حزب سياسي. اليوم أصبح يتدخل بالشأن السياسي في العراق والوقوف مع قادة الأحزاب المضوية تحت اسم الحصار التنسيقي. نعم. هذا يعني أن ولاء الحشد أصبح لإيران وليس للعراق، لأنه يدرك ولاء الإطار إلى إيران. نعم. السؤال، أين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظم من هذا البيان؟ هم يريدون يكتلوه. هم صرحوا أبو آلاء الولائي وبقية الجماعة الإطار التنسيقي والأدوات الإعلامية لهم أنه حان وقت قتل مصطفى الكاظمي، نص صريح، يجب قتل الكاظمي. هذا تصريح القائد العام اللي هم المفروض تابعي له. هذا اللي أنا أريد أوصل له. طيب ليش مصطفى الكاظم ما يصدر عليهم امر قبض ويذيبهم وجههم جوا بما انه هو القائد العام للقوات المسلحه؟ نعم. زين وزير الدفاع شنو دوره؟ القوات الامنيه دورها شنو؟ نعم. يعني دوله اصبحت تايهه يا استاذ محمد. نعم. سيد ابو مالك، انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا واكتفي ويا جنابك بهذا القدر، كلام جميل جدا، اسئله منطقية للغاية تحتاج إلى إجابات. نسمع رأي السيد مرتضى من الموصل، تفضل يا مرتضى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. بالنسبة لما بك أبو إسراء، شلون؟ حتى هو ما أخذ مقاعد، هو عنده جماهيره، يعني من قرأت موصل هو أخذ مقاعده وإطارة تنسيقية. سيد مرتضى، يعني على كيفك، بس على كيفك، على كيفك، على كيفك، مدى افهم اي شيء من اللي تفضلت به. مدى افهم اي شيء، ممكن شوي شوي على كيفك بس. هسه مالكي اي شو مقعد عنده ويا صار تنسيق، هو اكبر، يعني اكبر مقاعد في البرلمان، مو صحيح؟ المالكي عنده اكثر مقاعد في البرلمان؟ نقول المالكي، نقول صار تنسيق اكبر مقاعد في البرلمان، مو صحيح؟ يعني وفقا للكلام الحالي لا، مو صحيح، على اساس انه مقتدى الصدر عنده اكثر.
لا انت اطار التنسيق، يعني الحاج عبد العامري ومالكي وعمار حكيم كلهم لا كلهم. اذا نجي نتكلم بمبدا هذه الانتخابات، فبعيدا عن يعني حديثنا عن مدى شفافيتها ومصداقيتها، فالموجود انه التحالف الثلاثي ما الصدر والسنه والاكراد عددهم في البرلمان اكبر من عدد الاطار التنسيقي، المفروض هذا الكلام اللي هم دا يقولوه. هسه ما اقول شيء، اطار التنسيق مقاعده اكبر، اطار التنسيق له جماهيره، له ناس انتخبوه من موصل، طيب. من كربلاء، من نجف، يعني له جماهيره، نحن شنو يعني نحن حشاك نحن قوايد العراق غير جماعتهم، نحن لنا حق نشكل رئيس وزراء، هاي اول شيء، وهذا الاخ ابو مالك يقول حاج الشعبي ما يصير دخل بالدوله، حاج الشعبي شاب البلد. حاج الشعبي هم حرر وهم قاتل وهم طيب هم كل شيء سوى حاج الشعبي. هذا كلام سأل السيد أبو مالك أنه الحشد الشعبي خرج بفتوى للجهاد ضد داعش، هاي هو هذا نص الفتوى، من خلص وانتصر العراق على داعش مثل ما أعلن العبادي، ألا يجب إنهاء دور الحشد؟ ليش دا يدخل بالعمل السياسي؟ هل كان مؤسس حتى يصير بالعمل السياسي ويسوي أحزاب ويطب الانتخابات؟ صراحة هو حاج الشعبي هما حرر وهم قادر، بس ما يصير طيب. يعني يخلص شغل دمه نقول والله وياك خلاص. لا شو يسوون؟ لا شو يسوون؟ شو تريدهم يكونون؟ شو تريدهم يصيرون؟ شو تريد؟ والله العظيم استاذ هلا قلت يلزق تريدهم العراق نعم. طيب اكو قوات نظاميه بس خليك يلا تفضل. هسه بس الحوثيين مال الحشد الشعبي ينسحب من موصل، الله ما قالك موصل يصير شارب شنو؟ يصير مجزله. لا شنو دور الجيش؟ شنو دور الجيش والشرطه؟ شنو دور الجيش والشرطه اذا انت بدك تعتمد على ميليشيات حتى تحميك؟ شنو دور الجيش والشرطه؟ شنو دور القوات الامنيه في العراق اصلا؟ طب اول شيء ما اسمح لك تقول ميليشيات، هذول اخواننا من بصره من دياله من كل مكان، هذول ابنائنا. تمام. ثاني شيء جيش له قناعات وجيش يعني طيب. أنا صراحة والله جد يعني أنا صوتك كلش بمشكلة وخلل بالصوت، وصوتك دا يتقطع وكلامك أصلا نصه ما مفهوم، لكن أنا أشكرك وأكتفي وياك بهذا اللي ذكرته، وراح أجيب لك أنه ليش هي ميليشيات في هذا الدستور الموجود اليوم في العراق اللي دا تتصارع الأحزاب عليه، منهم اللي طرح فكرة إلغاء في البداية ومنهم اللي دا يتقاتل حتى يتم البقاء أو الإبقاء على هذا الدستور اللي هم الإطار التنسيقي الجماعة اللي تدافع عنهم. هذا الدستور في المادة التاسعة، في مادة رقم 9 بالدستور الفقرة باء منها ماذا تقول؟ تقول يحظر تشكيل فصائل مسلحة تحمل السلاح خارج سلطة القانون والدولة. يعني شنو؟ يعني كل من يحمل السلاح اليوم في العراق هو غير قانوني إذا كان خارج سلطة الدولة. هذا الحشد تأسيسه كان باطل، وجوده بحد ذاته كان غير دستوري غير قانوني، وبعدين لما ضمنوا له القائد العام للقوات المسلحة على أساس أنه هو تابع للدولة لم يأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة، بل اليوم هذا الحشد هاي الميليشيات تطالب بقتل قائدها، بقتل القائد العام للقوات المسلحة. عن أي قوة تتكلم وعن أي حماة تتكلم؟ مجموعة من الولائيين قياداتهم يطلعون يقولون للعلن احنا نأتمر بأوامر الولي الفقيه الإيراني. عن أي قوات تحميك؟ وين اكو دولة بالعالم بها جيش وشرطة وبها ميليشيات؟ ماكو دولة نظامية بالعالم بها هذه الفصائل الأمنية هناك أو العسكرية، هناك جيش وشرطة وأجهزة مخابرات وانتهى في كل دول العالم، الدول الرصينة المحترمة، مو أكثر من 100 فصيل مسلح كما يقول حيدر العبادي، أكثر من 100 فصيل مسلح يحمل السلاح خارج إطار القانون، هذا غير العشائر. ويانا أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر. حياك الله أستاذ محمد وحيا الله قناة الرافدين وأستاذ المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا حياك. أستاذ إحنا بالآونة الأخيرة الأزمات اللي قاعد تصير والخلافات السياسية بين مقتدى الصدر والتيار التنسيقي اللي هو من يترأسه المالكي،
احنا المالكي كل العراق يعرف انه من 2014 يعني حكومات السابقه اللي اتخذ ولايتين له كل الامور، ومقتدى الصدر يعرف بانه هذا الشخص سرق اموال العراق وسلم سبايكار واخذ يعني مبالغ كثيره من العراقيين وسوى مشاريع وهميه يعني كثيره لا تعد ولا تحصى. نعم. يعني ما شفنا فد انجاز من هاي المشاريع وتكملت في زمن المالكي، تم انجاز فلان مشروع، تم اكمال فلان مشروع، كلها كانت مشاريع وهميه سرقت اموال الشعب العراقي. طيب القضاء العراقي يعرف بانه هذا انسان سارق وانسان باطل. احنا قضاء العراق للاسف اللي هو منتمي الى حزب الدعوه، فالممكن كان يحاسبه في ذاك الوقت لانه هاي الامور كلها كان القضاء العراقي هو اللي يعرف بها وهو اللي يتحمل مسؤوليه. نجي على ايضا من مقتدى الصدر، ما انت عرفت بانه هذا الشخص هو اخذ العراق ونهب العراق وسلب العراق وسوى الطائفيه وست محافظات منتفضه كتل شبابها وكتل ناسها ودخل عليهم داعش وربط العالم، والعالم لحد الان بالسجون، العالم لحد الان نازحين، ما حد لا سال عنهم لا حد وصل عنهم. هذا القضاء العراقي لازم له دوره، لانه اكثر من كم سنه والناس كلها مهجره وكلها بالسجون، اكثر من 80% الناس كلها يعني هم ليش يتغاضون، هم ليش يتغاضون عن تصريحات مثل احد قياداتهم في الاطار اللي هو هادي العامري اللي قال القضاء مسيس، نروح نضغط عليه نهدد نسوي حتى يمشي لنا الامور اللي احنا نريدها ويمشي الصفقات. هذا حديث قيادي ضمن هذا الإطار التنسيقي، ضمن هذه الميليشيات، ضمن هذه الأحزاب الموجودة، ده يعترف، ده يقول القضاء مسيس، وطبعا هذا حديث داخلي. حديث خارجي من الأمم المتحدة، منظمة هيومن رايتس ووتش، العفو الدولية وغيرها من هذه المنظمات التي وصفت القضاء بأنه فاشل، فاسد، محطم، مسيس، مخترق، غيرها من هذه الأوصاف. اليوم على منو يحاولون يضحكون بأن القضاء اليوم هو عماد هذا البلد وسده المنيع؟ سد منيع للمن؟ للاحزاب لو للمواطن؟ استاذ القضاء موجود للاحزاب وليس للمواطن، لو للمواطن لكان انه صارت امور تغييرات عندنا، محاسبه القتله، محاسبه الفاسدين، يعني اجراء امور غير امور اللي موجوده على ضمن هذا الدستور اللي موجود الباطل المزيف، لكانت الامور حصلت غير امور. انه تحاسب المالكي وتحاسب مقتدى صدر ايضا في نفسه، لانه هو المسؤول عن اداره البلد ومسؤول على كل رئيس وزراء اللي خرج من تحت ايديناته وموافقته. طيب انت يا مقتدى صدر هاليوم اللي قاعد تطالب بالاصلاح وتطالب باسقاط المالكي وتطالب بتغيير هذا الدستور، ما انت كنت موضوع بالموضوع اول العالم اللي قد هجرت الناس وكتلت العالم وبالطائفيه وقتلت المظاهرين بغداد وبالنجف وكربلاء. اليوم المفروض انت اول شخص تحاسب، عندك خمس وزارات الى ست سبع وزارات، وزاره الكهرباء، وزاره النفط، وزاره الزراعه. طيب هسه انت ده تقول كلام يتعلق بالمحاسبه. اليوم منو اللي راح يحاسب الفاسدين والمجرمين والقتله وسراق المال العام اذا كانت المؤسسه القضائيه ده تحميها الاحزاب الفاسده، ده تدافع عنها الاحزاب التي دمرت البلد؟ إذا القضاء مخترق ومسيس، اليوم من راح يحاسب الفاسدين؟ من اللي راح يحاسب زعماء هذه الأحزاب؟ أستاذ محمد، ما طول هذول الأحزاب والطغاة اللي موجودين عندنا بالعراق لا يمكن محاسبتهم، سوى أنه تدخل أمريكا وخروج الشعب العراقي بكافة أطيافه بكافة محافظاته للقضاء لإسقاط هذه الحكومة، وإلا الأمور إذا صارت بيد المالك أو مقتدى الصدر فالعراق راح يدخل بأزمة صعبة، لأن دولة ما زالوا على أرقاب العراقيين، فالعراق ما راح يشوف من عندهم لا خير ولا وطن ولا يشوف من عندهم أي تقدم بوجود هذول الأحزاب الفاسدة. شكرا أبو عمر من بغداد، أنا أشكر حضرتك. ويانا السيد أحمد من بغداد، تفضل يا أحمد. ألو، حياك الله أحمد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي أنا معك أحمد من بغداد. نعم حياك الله. أخي العزيز، إحنا بتفوت علينا ما نعرف ميليشيات حكومة
بش اسمه يعني مكافحة إرهاب يعني ما تعرف شنو اللي دا يتفوت على مناطقها. طيب يا مناطق بالتحديد؟ تاجي. نعم. حزام بغداد. نعم تاجي شمال بغداد. نعم. المشاهدة. طيب. طارمية. إيش دا يسويكم؟ إيش دا يسويكم هذه القوات؟ هذه المناطق تفوت عليها اكثر شيء يعني مكافحه الارهاب، يعني تجي تفوت تعتقل الناس، تعتقل الشباب صغير كان بالعمر او كبير. شنو التهمه؟ هذا الشخص اللي يعتقلونه، الشخص اللي يعتقلونه ياخذونه لمده شهر او شهرين او ثلاث اشهر او بيهم ما يقارب يبقى سنه. نعم. تجارة يعني تجارة ياخذ من اول ما ياخذونه انه تم القاء القبض على الفلان القيادي الفلان الفلان الفلاني. نعم. يعمل لولاية الفلانية والولاية الفلانية. بعد يعني بعد شهرين او ثلاثة نتفاجئ انه هذا الشخص القيادي طلع. يعني شلون طلع؟ شنو السبب اللي خلاك تطلع؟ انطي دفتر ونص او دفترين او ثلاث دفاتر وطلع. نعم. منو اللي ياخذها؟ منو هذه المبالغ يحصل عليها؟ ياخذوها الضباط. ضباط. نعم. شلون ارهابي وقيادي يعني في الولايه الفلانيه وكذا ويطلع بثلاث دفاتر يعني 30,000 دولار؟ شنو هذا الارهاب اللي تنتهي تهمته بالفلوس؟ ما يعني احنا متفاجئين بهذا الامر، يعني كيف هو ارهابي وبعد فتره من الزمن يعني ما يقارب الاربع اشهر او الخمس اشهر او ست اشهر هذا الشخص اللي هو ارهابي وقيادي ويعمل لولايه الانبار او يعمل لولايه شمال بغداد او صلاح الدين او غيرها من هذه المناطق بعدها فترة زمنية يطلع من السجن فيسألوه يا بشلون طلعت؟ أنا يعني والله انطيت دفترين، انطيت دفترين ونص، انطيت يعرض على محكمة يعني يكون اكو إجراء قانوني بهاي الجزئية حتى وإن كان تلفيق يعني كالعادة، لكن هل يعرض على محكمة على قاضي؟ هل يكون هناك إجراءات؟ نعم يعرض على محكمة والقاضي يطلق صراحة. طيب وبعدين؟ بعدين يجون ورا فتره من الزمن يعتقلون فد اثنين او ثلاث اشخاص بعد ثانيين. اهم كذلك نفس الفيلم. لا بس اسمح لي انا اقصد الشخص اللي افرج عنه القاضي يطلعوه لو يظل محتجز. لا يطلع بعد ما ينطي 30,000 دولار او 25,000 دولار يطلع. يعني بس حتى يكون الترتيب منطقي وصحيح، هسه اليوم واحد دخل اعتقلوه واحتجزوه، اكو ضرب وتعذيب بالموضوع؟ نعم. الانتزاع الاعترافات؟ نعم اكو ضرب وتعذيب وخلع الاكتاف وشلع الاظافر، يعني من كل الاسلوب التعذيب موجوده، وانا احد المعتقلين كنت داخل السجن. نعم. سيد احمد هسه دخل وتعذب واعترف، عرض الى القاضي، القاضي اخلى سبيله، شنو السبب؟ عدم كفايه ادله؟ لو اكتشف انه هو جاي ظلم؟ لو شنو الموضوع؟ شلون يخلي سبيله؟ ما نعرف بهذا شلون، انه القاضي مرتشي، متعاونين الضباط وياه ومتعاون ويا الضباط، ياخذ نسبه من المبلغ، ما حد يعرف. الفلوس تندفع قبل لا يعرض المتهم على المحكمه لو بعد ما يتم اعلان براءته؟ الشخص اول ما ياخذونه يشهرون به، بعدين يخرج من السجن، بعدين هذا الشخص يعرض على القاضي. بعد ما يعرض على القاضي يطلق صراحه. طيب. ما يطلق صراحه بالخالي، يعني لابد يعني يمضي مبلغ من المال. تمام. كيف هذا الشخص هو ارهابي او هو قيادي بداعش وبعدين يطلع؟ طبعا هذا اللي تتفضل به ويصل بالموضوع اليوم يدخل
في حلقتنا وهو القضاء في العراق. شلون تشوف انت كنت معتقل، شلون شفت اداء القضاء ودوره وتعامله وياكم؟ اخي القضاء يعرض عليه شيء يقول لك اني انت معترف على هذا الشيء، اقول له حضرة القاضي انا اعترفت اصلا عني، اعترفت بالاكراه، اعترفت بالتعذيب، اعترفت كل وسائل التعذيب قصبا عني اعترف. نعم. يقول لي ايه، القاضي يقول هاي ماكو، لازم انه تعرض على الجامعة الطبية. طيب. تروح تسوي لجنة طبية، ما يعطونك اللجنة الطبية اذا مو تنطي 40 ورقة او 30 ورقة او 50 ورقة. طيب. حتى يعطونك تقرير طبي. والتقرير الطبي يكون مكتوب فيه بي فعلا اللي صار وياك او اللي موجود على جسمك من اثار تعذيب وغيرها؟ اكو بيهن اللي يعطون علي فلوس انه هذا اي مضبوط هذا الشيء، واللي ما يعطون علي فلوس لا، يعني اللي اهله ما عنده فلوس يضيع بالرجلين. القاضي لما يشوف تقرير صاحبه دفع به فلوس حتى يحصل على تقرير طبي حقيقي يثبت تعرض للتعذيب وانتزاع الاعتراف بالإكراه، ما يباشر بمحاسبة من قاموا بهذا الفعل، من قاموا بجلب مواطن بريء والاعتداء عليه من أجل انتزاع الاعترافات بالإكراه؟ أخي ما يحاسب القاضي، ما يحاسب، لو كانوا يحاسبون كان حاسبوا هذا الشخص اللي قال أنا قتلت زوجتي وطلع بورا فترة زوجتي من هزمة غير محافظة. يا أخي هذا الرجل حكم إعدام، كان معاه بالسجن، حكم إعدام هذا الشخص. نعم سيد أحمد، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا، وصلت رسالتك ووصل صوتك إن شاء الله، وهذه أيضا رسالة وصوت يؤكد أن القضاء في العراق مؤسسة فاسدة فاشلة مرتشية. ليس الكل حتى لا نظلم، هناك بعض القضاة الحقيقة اللي نزيهين شرفاء يخافون على القسم اللي أقسموه، يخافون من الله سبحانه وتعالى أنهم يظلمون البشر، لكنهم يتعرضون لضغوطات ما كل يحميهم، هو قاضي ويتعرض إلى ضغوطات ويتعرض إلى تهديدات، بل يتم اغتيال وتصفية أو نقل القضاة. قرروا أن يعني يطبقوا العدالة بشكل صحيح، لكن المعظم يا اما خضع يا اما خائف وهو متواطئ مع الفساد الموجود، يا اما هو مقتنع بالفساد الموجود وقرر ان يمضي قدما بهذا الفساد. هذا اللي موجود اليوم في العراق. من يتحدث، هل رايتم في مره من المرات ان يدافع الفاسدون في العراق من يحكمون العراق عن اي شيء نزيه؟ هل دافعوا عن قضيه حقه موجوده منذ الاحتلال الى اليوم؟ دائما ما يدافعون عن الباطل الذي يقف لصالحهم، ولذلك نراهم اليوم يدافعون عن المؤسسة القضائية اللي أصبح القاصي والداني داخل العراق وبر العراق يعلمون جيدا أن العراق بلد بلا قضاء، مجرد واجهة وشكل وقوانين تصدر لخدمة الفاسدين. ويانا أبو أنور من صلاح الدين، تفضل حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أستاذي؟ حياك الله أبو أنور، أهلا وسهلا حبيبي. ما ادري شنو حكي استاذ، اقول لك على الطاقه التمويليه، على الهجره، المهجرين، على الرعايه بصلاح الدين. نعم يا استاذي، عندي مقوله راح اقول. انا على كل مواطن شريف ان لا يسكت على الغلط ولا يسكت، يجب علينا ان نشتيل على الغلط من صانعنا. فيا فاشل فضاء مسيس، فضاء مرتشي. نعم يا الله بس اتاثر انه ما ويعني حق المواطن. عمي لو احكي لك بابا هجره المهجرين على رواتب المتقاعدين قضايا كثيره بصلاح الدين. يا عمي والله احكي لك الكهرباء تدري يا رعاك الله شو يسوون؟ يجيبون سيارات على الساس تفجرت. نعم. يوقعون الاعمده وتجي المغاول هاين بالنيرات وقالت الدواعش وحق مو دواعش. يا عمي والله بهدلونا، يا عمي والله
سيد أبو أنور، أنا أشكر حضرتك وأعتذر منك. أيضا هناك مشكلة بالصوت بالاتصال. نكمل المشاهدين الكرام لدينا في حلقتنا لهذا اليوم حقيقة، ونصل إلى مقطع آخر مرتبط بالمقطع الأول، وهو الفساد، ملفات الفساد وتغاضي القضاء عنها. رحيم الدراجي أحد النواب السابقين في مجلس النواب، وتحدث بلقاء تلفزيوني عن الوزراء السابقين. أحد هؤلاء الوزراء حصل على مبلغ 6 ملايين دولار زائد 10 سيارات، صفقة واحدة فقط تمت، حصل من خلالها الوزير على هذا المبلغ وعلى سيارات لاند كروزر. دعونا نشاهد حديث رحيم الدراجي وما الذي قاله بخصوص ملفات الفساد التي يتغاضى القضاء في العراق عنها. فساد بلا حياة وبلا خجل في منتهى الوقاحة. يعني بالرغم من هاي الظروف، باحث هاي الظروف اللي يمر بها العراق، اللي هي احنا على حافة الانهيار ومصيرنا مجهول، وما عندنا رجل بمستوى الاحداث، يعني ما عندنا رجل لفك الازمه. زين لان الطبقه السياسيه الموجوده هي مازومه نفسيا وهي تعيش على الازمه بالرغم من كل هذا الوضع، وتشوف وزراء يسرقون بكل وقاحه. يعني بعدهم لحد الان يعني شلون جايبوهم؟ عقد صغير زين، وزير دفع لصاحب العقد، صاحب العقد دفع للوزير 6 مليون دولار مع 10 جكسار. يقول له انت شو تسوي بين ذني العشره؟ قال له والله للبيت. والا القسم اللي طلع بخصوص وزير الصناعه، لا تتصوره يعني وزير الصناعه منفردا بهذه القضيه، بل هو مصداق ونموذج لكل الطبقه السياسيه. كل الطبقه السياسيه. ليش تجمع؟ هناك صكوك. ليش تجمع؟ وهناك قسم مسجل. وهناك كمبيالات. زين. وهناك بل بعض الاحزاب لديهم وزراء، مدير المكتب وزيره. خلونا نشوف التعليقات التي جاءت بشان هذا الموضوع. طبعا الموضوع مو جديد وليس غريبا عن العراق، لكن هو تاكيد اخر على الفساد الموجود. احمد نايف يقول: كل شيء متوقع ما بعد 2003، الفاسدين بانشطار مستمر للأسف دون حسيب أو رقيب. عندنا تغريدة من هاجر تقول: إيه، من أمن العقوبة ساء الأدب، ما لقى أحد يعاقبه ويحاسبه، والمال السايب يعلم السرقة. عندنا تغريدة من مريم تقول: أويلي على العراق يابه، كلها تنهب بي، ولك ما شبعتوا ما قنعتوا، ما لعبت نفسكم من البوق والرشاوي والنهب. عندنا تغريدة من سيف يقول: احنا نظل وزير وزير، لو عندك أدلة وأوراق وقدمها للإعلام والنزاهة، وقدم اسم الوزير حتى الناس تعرف، لو أكرمنا بسكوتك، ملينا من هاي الاسطوانة المشروخة. السؤال يا سيف: من اليوم يأمن على حياته إذا كان على سبيل المثال ما عنده ظهر أو حماية كافية تحميه من بطش الميليشيات أو من بطش هذا الوزير؟ إذا كان فاسدا واستطاع أن يرتشي، فلديه القدرة أيضا ربما على القتل، على كتم الأفواه، على التغييب. من اليوم ضامن؟ ثم إذا كشف هيئة النزاهة بحسب النواب المسؤولين، أو بحسب النواب ومسؤولين هيئة النزاهة، تحتاج إلى هيئة نزاهة عليها، لأن رئيس هيئة النزاهة هو متهم بالفساد، وأعضاء هيئة النزاهة جابتهم الأحزاب. من اليوم اللي حيجيب الحقوق؟ ثم أيضا أي قضاء موجود اليوم يحاسب إذا قدم الأوراق والأسماء إلى هذه المؤسسة؟ من اليوم اللي راح يحاسب؟ خلونا ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا سريعا، الفساد نكمل به ما انتهينا. من النجف تحديدا، مكان، أو من كربلاء تحديدا، مكان حادثة مزار قطارة الإمام علي عليه السلام، حيث يبين أحد الناشطين أوجه الفساد الأخرى في البلد، وهي أكذوبة المراقد والمزارات التي أصبحت منتشرة في العراق، والتي يستغفل فيها البسطاء ويتم الضحك عليهم. الناشط الذي سيظهر في هذا المقطع بعد قليل أو سيتحدث، كشف عن أن القطارة مزار وهمي لا توجد فيها عين للماء، وإنما قد قام المسؤولون عن المكان بمد أنابيب مياه من بئر ارتوازي، وربطت عليها مضخات لضخ الماء إلى المزار على أنه ماء مقدس
من عين الإمام علي عليه السلام، وليتم بيعه بمبالغ أقلها 5,000 دينار عراقي. هذا الأمر الذي تسبب بانهيار التربة بعد تسرب المياه من الأنابيب الممتدة إلى البئر الذي يقع على بعد عشرات الأمتار فقط خلف المرقد أو المزار المزعوم. خلونا نشوف. هذا مزار القطارة، وهذه المنطقة بالضبط أنا أقف فوق التلة التي سقطت على الناس وتسببت بعدد من الضحايا، أكثر من 10 تضرروا من سقوط هذه التلة. هذه المنطقة الآن بها الأرض بها نسبة من الرطوبة، وهذا يدل على وجود انبوب من المياه أو ما شابه، لأنه احنا في فصل الصيف أكيد أمطار ماكو. وفجأة نكتشف القطارة العجيبة، هذه القطارة العجيبة يا سادة، هذا يا شوفوا انبوب ماء محفور بالخفاء، هذا الانبوب هو هذا القطارة العجيبة اللي يبيعون بها البطل الماء ب5,000 للزائرين على انه ماء مبارك. هو محفور بشكل مخفي، شوف الجريمة باعوا هذا البوري محفور جاي من بير، البير بماطور ومولدة بدون ما يشوف الزائر، هذا تحت الأرض الأنبوب. خلونا نتابع تعليقات سريعة المشاهدين الكرام. محمد يقول: عمي هذا وكيل المرجعية مبارك بي أو منطيهم هدية، صدق كذب؟ حسام يقول: هواي مزارات وهمية، بس اللي يحكي قبل يتهمونه أنت ضد المذهب وضد أهل البيت، ولو ما صايرة كارثة انهيار القطارة كان همين ما حد حكى عليها. علي يقول: مو على أساس عين مباركة وينبوع طبيعي وجبريل شق القاع للإمام وتاليها طلع بوري العتب على الناس اللي تصدق. نجم يقول: يضحكون على عقول الناس من مئات السنين، والناس خطية من حبها لآل البيت مصدقين، علما أن كل هذه الآثار لم تثبت. مشاهدينا الكرام، نبدأ أيضا نستكمل اتصالات حضراتكم واستقبالها. معنا السيد أبو أحمد من لندن، تفضل يا أبو أحمد. محمد وإلى قناة الوطن قناة الرافدين، حياك الله. بالنسبة للمزارات الوهمية باكر نسولف عليها، لأن باكر نسولف عليها وهواي عندنا مواضيع عليها. احنا العراق الآن وصل إلى وضع جدا معقد. السبب شنو؟ السبب الاحتلال أسس دولة بدون هوية. شلون أسس دولة بدون هوية؟ ابتداء من مجلس الحكومة اللي وافقوا الناس على أن يوافقون كل شهر واحدهم يحكم، هذا ولد شنو؟ ولد إلى أنه تأسيس 3 السلطات كلها مسيسة، يعني السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. هي أصولنا السلطة التشريعية هي رقابة على السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية هي سلطة مستقلة 100% لمراقبة التشريعية والتنفيذية. بالعراق الاحتلال الأمريكي أسس أساس فاسد، أنه كل هذه ترجع إلى محاصصة وإلى أساس هذه للحزب الفلاني وهذا القاضي. حتى المفوضية شو تأسست؟ تأسست على أساس محاصصاتي، هذا يتبع لهذه الجهة وهذا يتبع لهذه الجهة. بس مو كلهم يقولون إحنا ضد أمريكا، ليش بعدهم مستمرين؟ ليش بعدهم مستمرين على نهج الولايات المتحدة اللي حطتها؟ مو كلهم ضد الشيطان الأكبر؟ لا استاذ، هاي شو اسمها، هاي استاذ محمد العزيز، هذه شعارات بعد اصبحت شو اسمها مثل التدين. التدين اصبح وتدين الله واضح، والحلال والحرام واضح، بس كلهم ذول يحشوا لي بثورة الحسين ويحشوا لي الحسين بريم عندهم. احنا نرجع لموضوعنا افضل حتى نكمل اللي ما اريد نوصل له ان شاء الله. فهي شنو هذه؟ شو اسست حالة من الفوضى. هاي حالة الفوضى اوصلت العراق الى انه ما ممكن بالوقت الحاضر يصلح أي شيء. يجب أن يتم إلغاء الدستور وإعادة كتابته من جديد. أنا أحكي لك بس حادثة يعني حصلت في أحد المحافظات بالفرات الأوسط دون ذكر يا محافظة حتى لا يصير مساءلة للقناة. طيب. إنه أحد الأشخاص بالنزاهة يقول: إحنا رواتبنا جدا ممتازة. قلت له: شلون؟ قال: إحنا عندنا ملفات فساد
فنروح على الفاسد نقول له أبا ترى ملفك وصل لنا حضر لنا دفتر حتى نطمطم الملف مالتك. يقول فاضي حضر لنا دفتر نضمه. يقول من استفلس قاتل أخ ورا ست شهور هم نرجع الواحد آخر نقول له يا بتر احنا عندنا ملف فساد عليك حضرنا فد 70 ورقة 80 ورقة. فإذا هي إذا كان رب البيت بتدفي ناقرة فش راح يصير شيمة أهل البيت؟ أكيد الفساد والوضعية اللي واصلة لها العراق. فاني ألف شكر لك أستاذ محمد وإلى قناة الوطن قناة الرافدين. الله يحفظك يسلمك. شكرا جزيلا لك للمشاركة ويانا سيد شاكر من السويد. تفضل يا سيد شاكر حياك الله. اهلا استاذ محمد السلام عليكم وعلى كل الاصدقاء اللي شاركوا. وعليكم السلام ومرحبا بكم. حياك الله اهلا وسهلا استاذ محمد. الموضوع يعني بحقيقه الامر يعني موضوع جدا مزري يعني بالنسبه لنا اللي نشوفه بالعراق. نعم. العراق خلص وصل الى يعني حافة الانهيار اذا ما نقول الانهيار التام لان نعم. هاي الاحزاب استاذ محمد هي ديدنها اجت من اجل ان تقضي على العراق بدليل اول ما اجت يعني يعني كل الكفاءات هجرتها هذا واحد. اثنين كل الجيش العراقي القديم حلته وقتلت كل الشرفاء اللي بيه. ثلاثة يعني أربعة إرهاب صارت انتقائية. اليوم أنا أريد القائد الفلاني من الجهة الفلانية أجيبه أشيل عنه أربعة إرهاب وأخليه بحزبي. تيار الصدري حاليا يمكن اليوم أو قبل ست أشهر بدأ يوعد درس يعني السيد الصدر لعبها أنا أعتقد صح. طيب. ليش؟ لأنه عرف هاي الفترة أنه الحكومة وما آلت إليه والشعب في يعني باوت كلش واسع بينها وبين الشعب. فالتجأ إلى الشارع مع العلم يعني إحنا عندنا مؤاخذات على التيار الصدري أنه هو بالبداية شارك هاي الحكومة للأسف والمغانم مالتها وتقاسم كل الشغلات بينهم وبين لكن نقول مثلا اجى مثل ما يريد الشعب حاليا اللي علي يعني عاديا اذا كان وهي رساله للسيد مقتدى الصدر يعني طيب. اني حيادي ما انتمي لاي جهه وصحفي واستقصائي يعني هنا اذا يريد فعلا يحارب الفساد الخطوة الأولى يبدي بها من التيار الصدري يقدم كل اللي عليهم تهم فساد للقضاء. طيب. ويتبرأ من عدهم. هذا موضوع جدا مهم وإحنا كتشرين نتابع هاي الخطوات عندنا مخاوف. طيب. طيب القضاء اليوم حاسب الفاسدين من التيار الصدري اللي يقدمهم مقتدى الصدر إليه، لكن ترى هل سيحاسب الفاسدين الموجودين في بقية الأحزاب؟ هل سيحاسب من أضاعوا ثروات البلد ودمروه؟ حبيبي أستاذ محمد أنا برأيي هو إحنا هي القضاء لي مآخذ جدا كبيرة. يعني أنا برأيي القضاء يعني ما أريد أقول إنه القضاء مكبل يعني هو منه ما هدد القضاء يعني هو نفسه يعني العامري ولا المالكي ولا الخزعلي كلهم قالوا احنا القضاء يخاف من عندنا يعني هو نفس العامر اعترف بهذا الشيء. نعم. بعدين القضاء يعني يجب ان يكون يعني على مسافه واحده من كل الاحزاب. احنا نشوف القضاء مسيس والقضاء احادي والقضاء للاسف يعني اتجه كثير للجناح الايراني وصارت يعني مشكله بالقضاء انه ما مستقل للقضاء. انا اشكرك سيد شاكر من السويد اشكر حضرتك واعتذر منك الوقت شارف على الانتهاء. ويانا سيد ابو عبد الله من اربيل تفضل يا ابو عبد الله. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. احييك وحي المشاهدين وحي قناتكم الوطنيه. حياك الله. استاذ بالنسبة للمجادلة هاي الصايرة بين صدريين وجماعة الإطار. نعم. طبعا القتال داخلي ما راح يصير. قول ليش؟ لأن اثنيناتهم يعرفون إذا يتواجهون اثنيناتهم ماكو خاسر ورابح. نعم. ماكو خاسر ورابح. قوتهم تقريبا متوازية يعني واحد مقابل
بس قاتل ومقتول وما يحصلون شيء، وهم مستفادين يظلون على قوتهم ويخافون السنه والكفر بيهم. هذا الاثنين. وبالنسبه للقضاء انا ما اقول كل القضاء، يعني مع احتراماتي لهم، يعني اكو بينهم والله يعني قضاة لو على قصر قبته ماكو غير الحق ميتين اكو. بس تابع اكو شيء لا، هو حاليا بالاخص المحكمه الاتحاديه محكمة الاتحادية تقريب صايرة مسيرة جهة سياسية تشتغل ضد الجهات الثانية تقريب شلون. بس بالنسبة لهذا الرادي الأخ اللي جاب اسمه، طبعا هاي الشغلة سهلة، إذا حاكم واحد بس ما عنده ضمير، إذا ما عنده ضمير هي وين؟ يا مدير المركز الضابط والمفوض التحقيق، الضابط التحقيق والحاكم. والحاكم يبقى يروح على الراس أستاذ، شنو اللي قدامه الأدلة؟ ايش مكتوب على الرق؟ وهذا اللي يقاطع، مع انه يعرف المتهم الحاكم ايش مدري المتهم من هو، ايش عنده ايش ما عنده، اوراق تجي قدامه، اوراق تجي قدامه، اذا ما عليه بالاوراق او كافيين مطالعه. طبعا عندي مفوضين شرطه او ضباط، يعني العالم كله العالم كله اليوم دي يصيح ينام ويصحى على انه سجون العراق فيها تعذيب وانتزاع اعترافات بالاكراه والمخبر السري والوشايه الكيديه والتهم الباطله، كلها نظام متبع في إلقاء القبض على الأبرياء وزجهم بالسجون. هذا الموضوع ما يدفع إلى أن يتبع القاضي الأسلوب الحذر في التعامل مع أي قضية تتعلق بالإرهاب، أنه يدقق بها يتأكد منها، خاصة وأنه هو في بلد يعمل في بلد مشكوك بنزاهة العدالة فيه. زين أستاذ، أنا أسأل سؤال واحد، هاي التسريبات اللي طلعت على المالكي او الهالكي اللي هلك العراق كله، يعني لو طلع على مواطن بسيط حتى كان استوى وياه. طبعا حكايتين اذا حكوا على القضاء قالوا بس قالوا مسيس ويجي مطلعين امر قبض وما يجيب ودي والله شنو بس قايل. يا اخي انا بشر، هو يقول لك الحلال بين والحرام بين، يعني انسان قلبه هو يعطيه خبر يقول لك هذا مقدور لو ما مقدور، انت بايق لو ما بايق، يعني قلبي يعطيني خبر استاذ. هو ترى كل مسلم يجي، بس هم باعوا ضميرهم، موتوا ضميرهم استاذ، يعني ما مثل ما قلت لك هي يم الضابط وابو التحقيق، ابو التحقيق اوراق تروح قدام الحاكم، الحاكم شي يسوي زي قراءه ما عليه شيء. شكرا جزيلا لحضرتك للمشاركه، واعتذر منك لان الوقت انتهى. بهذا مشاهدينا الكرام نصل والى ختام حلقتنا لهذا اليوم، اشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعه، نلقاكم باذن الله، الى اللقاء.